مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. طقس غير مستقر بشكل عام في معظم مناطق المملكة، وأيضا فرصة لتشكل السحب الرعدية، السحب الركامية، وأيضا تنبيه من الغبار وسرعة الرياح، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعلى الخرائط الجوية التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن اللون الأحمر هو المناطق التي ستتعرض لرياح تقريبا نشطة إلى قوية السرعة، وبالتالي بتكون مثيرة للغبار والأثربة. اللون الأصفر المخضر سرعة الرياح أقل، واللون الأزرق أقل. فنلاحظ أن المناطق الشمالية تقريبا والمنطقة الوسطى بما فيها الرياض وبعض المناطق الغربية ستتعرض لرياح شديدة، وبالتالي إثارة الغبار والأتربة، خاصة يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة. وأيضا المناطق التي ستتأثر بهطولات مختلفة نتيجة تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نلاحظ أن المناطق الوسطى والجنوبية الغربية ستتأثر يوم الأربعاء ليلا بغيوم رعدية ركامية تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر، خاصة في منطقة الرياض، جنوب الرياض، وأيضا المنطقة أبها. وأيضا يوم الخميس في هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة في معظم هذه المناطق، لكن الخميس صباحا ممكن تصل الهطولات إلى منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة مكة والمدينة المنورة. هذا نهار يوم الخميس، لكن الخميس ليلا تشتد فرصة الهطول وتصبح الأمطار غزيرة مع زخات رعدية، خاصة في منطقة الرياض، جنوب الرياض، وبالتالي ممكن تحدث بعض السيول وأيضا جريان وارتفاع لمنسوب المياه، خاصة في منطقة الرياض، المنطقة الجنوبية منها، وأيضا بعض المناطق الغربية القريبة من مكة المكرمة وأيضا من المدينة المنورة. إذن هناك حالة من عدم الاستقرار، نتوقع سقوط زخات رعدية من المطر. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء مغبرة، وأيضا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 26 درجة مئوية. أحوال جوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الخميس أجواء مغبرة وأيضا تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، الحرارة العظمى 37، لكن يوم الخميس مساء كون تتأثر الرياض والمنطقة الوسطى بحالة من عدم الاستقرار الجوي تصبح الأجواء مغبرة وغائمة جزئيا، وهناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، والصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، الأجواء غائمة جزئيا ومغبرة في الرياض، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 35 والصغرى 29 درجة مئوية. أيضا يوم السبت يستمر تأثر المملكة والمنطقة الوسطى وبالذات منطقة الرياض بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذلك تستمر الأجواء مغبرة وغائمة جزئيا وتسقط زخات رعدية من المطر، قد تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وقد تكون أحيانا غزيرة. وبالتالي درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 35 درجة مئوية، بينما الصغرى 34 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن المختلفة من المملكة، إسكاكا 29-17، تبوك العظمى 31 والصغرى 17، عرعر 26 العظمى والصغرى 15 درجة مئوية.
المناطق الغربية من المملكة نتوقع أن تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء غائمة جزئيا، أيضا زخات رعدية من المطر خاصة في منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، مع أن الأجواء حارة، وأيضا المدينة المنورة العظمى 37 والصغرى 35، مكة المكرمة العظمى 40 والصغرى 27، جدة 34 26 أجواء غائمة جزئيا، الطائف أيضا أجواء غائمة جزئيا 30 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية نتوقع سقوط زخات رعدية من المطر في منطقة أبها والباحة، الباحة العظمى 25 والصغرى 18، أبها العظمى 27 والصغرى 17، بينما جازان العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية حفر الباطن أيضا أجواء غائمة جزئيا مع فرصة أو احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 35 والصغرى 24، الإحساء أيضا أجواء حارة مغبرة وأيضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية، العظمى 38 والصغرى 26، الدمام أجواء غائمة فرصة أضعف لسقوط بعض الأمطار، العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية. منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء مغبرة بشكل عام، حارة نسبيا إلى حارة، وأيضا في بعض الأماكن خاصة حائل وبريدة وجنوب الرياض هناك أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر قد يصحبها البرق والبرد والرعد، حائل العظمى 34 والصغرى 17، بريدة 36 25، والرياض العظمى 37 المتوقع والصغرى 28 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم، ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب.